كنت خدام في معليه في 2016، وواحد الوقت حسيت براسي الدارة في الكرش وداك الشيء، وشدني القبض وليت مكوار مزير. كندير تحاليل ما تيبان لي والو، تندير دواء ما تيقضي حتى حاجه ماكينه حل. تزيرت بزاف، كنت نطردق في الكرشي صافي. مشيت للكلينيك، زوني درت العملية في الكلينيك، قطعوا لي مصان، حيدوا لي ديك الحبوبة اللي كان مزير عليها مصان. وبقيت درت شيمي، تعالجت واحد شوية شي عام بحال هكاك. شكون العام هادشي؟ هادشي 2016 في شهر 6. تعالج شوية، صحيت شوية، داز هادي 2000، وصلت مع 2019. أو تاني اكتشف راسي وليت تنعيا في الطريق ولا عندي الحريق وداك الشيء. ملي مشيت دوز لقيت الكلوة عندي حبوسة مريضة، شي ولد سي سحابت لي الكلوة، درت لي ريم عاوتاني بان لي شي مرض أخرى عاوتاني في الصدر، في الرياف بجوج، وفي الكرش في البوط كاين واحد الكورة حابسة ليا مزيراني تاهي، كتعطيني الصداع والحريق وتنعس الشاي. ايوا الحمد لله على كل حال. واخا 2016 قلتي حسيتي بالقبض، قبض حسيتي بسميتو، واش هذا القبض هذا ما كانش عندك قبل يعني ملي كنت صغير او لا؟ يعني هادشي هذا حسيتي به غير حتى شحال كان في عمرك ديك الساعه الوقيته اللي حسيتي بالقبض؟ من 2016 دابا شحال تكون؟ شي 40 عام ولا 41 عام اللي كان في عمرك؟ اييه. انت ما عمرك كنت تحس بهذاك المرض؟ لا ما كنتش كنحس به، انا تزيرت صافي تخد بلوكيت، ما بقيتش كن. هادشي هذا ما يكون زعما وراثي، ما عندكم شي واحد في العائله تا هو الاب الجد ولا الاخ ولا حاليا؟ الحمد لله الاب والجد ما عندهمش هادشي ديال القبض وداكشي، باش النصران وداكشي. واخا درتي قلتي لي ريم، لقيتي ان عندك شي حاجه اخرى في الصدر؟ درت لي ريم، لقيت شي حاجه اخرى في الصدر وفي الكرش وحتى في تحت في النبولة. في النبولة ولا في الكلوة؟ في النبولة. النبولة في العرق ديال النبولة، بحال الكلوة ما خداماش ليسرية. توجهتي للأطباء أخصائيين؟ توجهت، كنت كندير نتعالج في ميريزكو. شنو هي المرض اللي خويا عندك بالضبط؟ مرض سرطان. مرض سرطان؟ اه. لقاو عندك في المزار الغرب؟ من تما كنتقل لك الكلوة انتقل لي الكلوة والصدر والكرش. كنتي كدير شيمي رابي؟ درتو في 2016 ودرتو هاد الهديرة عامين، وانا دابا كندير شيمي. الحالة ديالك بدات كتحسن ولات كتحسن؟ مرة كيقولك راه تحبس، مرة كيقولك راه واحد البلاصة ما تجاوبش معاها الدواء. ايوا. باش كتحس اني كدير كدير شي؟ كنت سخسخ شويه، تنتنحن شويه، تنولي شويه بخير، شويه تنولي بخير عاوتاني. ملي كان نسى لي الدواء عاوتاني يرجع لي الحركة كما كان عاوتاني، كان الشاي بالليل. موسى شحال عندك ديال الوليدات؟ عندي زوج. كنت شي خدام عليهم؟ كنت خدام خدمه مويه. اه كنت خدام عليهم الحمد لله بخير، صحتي وكلشي مزيان، الامور غادي مزيانه. معنى بان قررتي انك تبيع الدار باش تكمل الحصص ديال العلاج ديالك. اه. علاش قررتي تبيع الدار؟ باش نتعالج اخويا. ما عندكش لاسينيسيس؟ ما عندكش؟ عندي لاسينيسيس، لا مو هني كيحبسات ليا، ما بقاش حيت ما كنخلص شي، ما عنديش باش نخلص، حبسات ليا. هي اللي كنت كنتعالج بها صح، حبسات ليا، قالت لي ما خلصتيش ما غاتعالجش. ما غاديش تبعتي الدار باش تعالج، وليداتك فين غادي يمشي؟ وهذا هو المشكل. عندك شي سكنه اخرى؟ عندك شي؟ لا. الدار هذه اللي انت فيها باغي تبيعها واش استفاده؟ شنو هي؟ هذه استفاده اخرى. وفكرتي في الوليدات دابا ملي غتبيع الدار شنو غادي؟ واش غندير؟ الحل اللي غندير ما بانش لي. العائله، الوالدين، الخوت، مع الوالدين ما في حالهم شويه، الوالد كبير، خوتي ما مساكن ما عندهمش حاجه. هذا ضعيف. اه. سمعنا بانك قطعتي الدواء. ها؟ سمعنا بانك قطعتي الدواء.
ايه ما قطع لي علاش لقيتي الدور؟ حبس ما لقيت باش تخلص. شحال تكلف ديال الدواء اللي كتاخذ يوميا تقريبا؟ كل 21 يوم كندير حصة عن تحاليل وداك الشيء عبر السكانيرات وداك الشيء. الحصة كل مرة باش على حسب الدواء، مرة تيغيروا ليا مرة تيبدلوا ليا. حاليا دابا كندير الدواء ب 10000 درهم في الحصة، من 21 يوم 21 يوم. كل 21 يوم خصك 10000 درهم؟ خصني 10000 درهم عبر التحاليل وداك الشيء. واخا ومنين كنت كتوفر انت المويه ومنين كنت كتوفر هاد الفلوس ديال الحصة؟ الناس كانوا كيتعاونوا معايا، الناس في ساكن مصر كانوا كيتعاونوا معايا، كنجمعوا شويه من هك وشويه من هك. عيال اللي يعطي مع عيال اللي يشوف. داك الشيء اللي كان وقع جاي دابا عامين وانا كنتعالج. العائلة كانت كتعاون شي شويه؟ شويه شويه، داك الشيء قليل ماشي. الناس ما عندهم في حالهم في السكن. علاش ما شربتي ليا عينك فيها الدموع؟ علاش ما غتبكيهم؟ ودي ها؟ طرف موسى ما تبكيش اخويا، راه شوف رجع في الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما كيسد باب حتى كيحل البيبان. حتى واحد ما كيهرب من رحمة الله، وهذا الابتلاء حتى هو الدواء وهذا الشيء هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فنأمل بالقضاء والقدر. مشاهدينا الكرام، موسى في واحد الحالة يعني هيستيريا، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فعلا الانسان ملي كيوصل انه يبيع محل السكنه ديالو او يبيع محل اللي كيستقر فيه ولا الدار اللي غادا تكويه هو ووليداتو باش يتعالج، كيفكر لوليداتو على انه الا مشى تبع هاد الدار راه غادي يوليو مكبسين. كيتقهر الانسان في نفسه، كيتقهر في حالته، كيتقهر حتى في رجولته، كيتقهر حتى في انسانيته. موسى كجميع المواطنين ابتلى الله بهذا المرض. نتمنوا على ان الله سبحانه وتعالى في الدرجه الاولى يوقف معه ويكون له عوين، وكذلك حتى خوتنا المواطنين حتى هما والمحسنين يدخلوا على الخط. 10000 درهم في كل 21 يوم ولا 22 يوم يجمع الا الفضل، خاصه وانه هو راه غير مويوي. حتى ديك مويومين دابا حاليا من جائحه ديال كورونا دابا ولات صعيبه. موسى ارتحيتي شويه؟ شويه الحمد لله خويا. موسى شي رسالتك للناس المحسنين والناس اللي كيشوفوك دابا، شنو تبغي تقول لهم؟ نطلب من الله سبحانه ما يحل قلبهم يتعاونوا معنا ان شاء الله. كما شفتوا معنا متتبعينا الكرام، موسى فعلا هو نموذج للاب المكافح من اجل الاطفال ديالو، من اجل ان اولاده يعيشوا حياه كريمه، من اجل انه يوفر لهم لقمه العيش. ابتلاه الله بهذه الامراض، ماشي مرض واحد وانما هما امراض، ربما هو امتحان الله سبحانه وتعالى، كذلك هو امتحان ذوي القلوب الرحيمة، امتحان المحسنين واش كيحسوا بالناس. ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى على ان المحسنين فعلا يدخلوا في الخط ويعطيونا اليد ديال المساعدة للسي موسى. وفي الاول وفي الاخر لن يضيع الله اجر المحسنين. تحية وإلى اللقاء.